إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان أينما كنتم عبر قنوات الكويت الرياضية، يأتي ويشمل برعايته الكريمة وأي يديه البيضاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الله يطول لنا بعمره في استقباله. طبعا الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إذن يأتي الآن ليشمل برعايته الكريمة، ويأتي إلى الساد جابر الدولي وفي استقباله طبعا معالي الشيخ الدكتور إبراهيم لدعيج إبراهيم الصباح، أيضا في استقباله السيد عبد العزيز عاشور رئيس نادي العربي، وكذلك السيد خالد الغانم رئيس نادي الكويت اللي بكل تأكيد يعني يتشرفون بالسلام على سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابري الصباح. وكما ذكرنا اليوم الكل فايز، الكل فرحان، الكل راح يكون في المنصة، الكل سيتشرف بالسلام على سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يرعى بكل تأكيد وبكل حفاوة طبعا هذه المباراة معالي الشيخ دكتور إبراهيم لدعيج إبراهيم الصباح، كذلك وجود سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح في استقباله، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ولا ننسى كذلك وجود معالي سعادة سيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة. والآن بكل تأكيد نقف احتراما لهذا النشيد الخامس.